افتتح سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء فعاليات مؤتمر البحرين لطاقة المستقبل 2018 بمشاركة خبراء دوليين من المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة، بالإضافة إلى خبراء من مملكة البحرين في مجال الطاقة المستدامة. وفي كلمته الافتتاحية أكد الدكتور ميرزا على حرص القيادة والحكومة واهتمامهم البالغ بتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، والتي تأتي من ضمن أولويات تنويع مصادر الطاقة في برنامج عمل الحكومة. وقدم الوزير عرضا مرئيا للمشاركين ذكر فيه أن إحدى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الموقرة في سعيها لذلك هو إنشاء وحدة الطاقة المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهذه الوحدة تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وبرفع كفاءة الطاقة. وأشار الوزير ميرزا إلى أن تجربة مملكة البحرين في تفعيل الطاقة المتجددة ستوفر حوالي 260 مليون دينار بحلول عام 2025. وأعرب سعادته عن ثقته في أن الجلسات النقاشية مع الخبراء الدوليين المشاركين سوف تثري جلسات المؤتمر، وستتيح الفرص للتعرف على كيفية الاستفادة من دمج التجارب الناجحة على المستوى العالمي مع المبادرات والدراسات القائمة في المستوى المحلي، بما يضمن تحقيق استراتيجيات المملكة لاستدامة الطاقة. تحرص حكومة مملكة البحرين على تشجيع الاستفادة من الطاقة المتجددة اللي هي طاقة نظيفة ورفع كفاءة الطاقة. لذلك أنشأت حكومة مملكة البحرين وافقت على إنشاء مركز للطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة، وهذا المركز يتبع وزير شؤون الكهرباء والماء. وكذلك وافقت حكومة مملكة البحرين على أهداف وطنية، نسب وطنية للطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة. والهدف الوطني التي اعتمدتها الحكومة للطاقة المتجددة هي 5% بحلول 2025، ترتفع إلى 10% بحلول 2035. أما بالنسبة لكفاءة الطاقة فهي 6% بحلول 2025. وإذا حققنا هذين الخطتين والأهداف سوف توفر الحكومة حوالي 260 مليون دينار بحلول 2025. نهني حكومة البحرين على اعتمادها خطة لكفاءة الطاقة وخطة للطاقة الجديدة، وهاتان الخطتان تحتيان على مؤشر قياس لتحقيق هذه الأهداف. ثانيا، أن تحقيق هذه الأهداف سيساعد على تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة. ولكن الأهم من هذا أن هاتين الخطتين سوف تجلبان التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الجديدة، مما يفعل من خلق فرص عمل وخلق استثمار في هذا المجال في البحرين. العالم الآن يترك الطاقة الناتجة من البترول والغاز ويتجه إلى الطاقة الجديدة. شركات كثيرة تطلب الدول أن يكون لها مصدر لإنتاج طاقة جديدة قبل أن تقوم بعمل استثمار.